مثل ما شفنا وسمعنا وصل الفساد للتربية، وهذا اللي تخرج أجيال، ومن يوصل الفساد للتربية شلون راح يصير حال التربية؟ مشكلة التربية أي الوزارة ياهو اللي تخلي بيها يفكر بشي واحد يفكر يخمط ويترك التربية، والتربية مسؤولية ترى طبعا، واليجي يخمط وهم طبعا. ليش؟ لأن حزبه يريد والمنصب يريد وهو يريد والشعب بين كل ذولة صاير تريد. وهسه إذا على 40 مليون دولار راحت بالتقاعد أو التعاقد على هذا الموضوع يا أرض الوطن، تعالوا شوفوا الملايين راحت، ملايين الدولارات اللي راحت بطبع المناهج الدراسية. يعني وزارة التربية تتعاقد ويا مطابع خارج العراق لأن بيها كوميشن فلوس وبيها نقل بالطائرة وهذا ينحسب على الوزن. بس أنا هسه محيرني موضوع، أكو قسم من المناهج نلقاها بالسوق وتنباع بعشر أضعاف سعرها، شلون طلعت الكتب؟ ما حد يدري، بس أنا أدري أكيد مارد القمقم الملعون طلعها، مو لكم مو أكو قوائم إدخال وحسابات لو حاميها حراميها. بس خلي أوقف وياكم شوية وخلي أطلع لكم قسم من الوثائق. هذه وثائق بسيطة، هذه الوثائق البسيطة وين واصلة والمن واصلة وشلون واصلة؟ خلي أشوف. يابا يقول لك هذه واصلة إلى جهاز المخابرات الوطني. أوكي، منو كان بجهاز المخابرات الوطني في هذه الفترة اللي طلعت بها هذه الوثيقة اللي خاصة بالفساد بوزارة التربية؟ خاصة بمن؟ بطبع المناهج. فترة تولي السيد مصطفى الكاظمي إدارة جهاز المخابرات الوطني. هذا جهاز المخابرات الوطني. زين هسه أنا أريد أسألك سؤال، وأنت المفروض المدافع والحامي عن أموال الشعب اللي تهدر. من إجاك هيك موضوع والشركة اسمها دار جارنت للنشر التربوي ومقرها ببريطانيا، طبعا وطلع بمقرها ببريطانيا ماكو مقر صغيرون، من يديرها؟ يديروها 3 لبنانيين. بس أريد أعرف إحنا نسابة ويا اللبنانيين؟ دبابين جرش وياهم؟ أشو النفط لبنان، التعليم لبنان، لبنان شكو يا لبنان، ما تفهمونه؟ لو يمكن سهولة تمرير العقود باعتبار دولة يعني هم قانونها مثل القانون العراقي، خدك عينك خشمك إذنك. من هو ذولة؟ صفاء حافظ الخوري والله والنعم، كريم الخياط والثلث تنعام، ونادية الخياط. ذولة هم المتحكمين بعملية طبع المناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية من سنة 2016 لهذا اليوم. وهذه الوثيقة طلعت من الأمن الوطني، المخابرات والأمن الوطني. إيش سوى السيد مصطفى الكاظمي؟ وشوفوا الضيم، شوفوا الأرقام المرعبة، شوفوا شوفوا. يعني أنا هسه ما أقدر أحكيها، هذه وثائق بسيطة، هذه وثائق بسيطة. من ضمن هذه الوثائق اللي أرتبها أشو صارت هوسة علي، مثل هوسة 40 مليون دولار مال الست سهل علي البيك. سويتوا؟ رحتوا سويتوا تحقيق وفتحتوا واتصلتوا بالأنتربول وتأكدتوا بأنه هذه الشركة موجودة ببريطانيا وشركة حقيقية؟ لو لا، وأكو شغلة ثانية يقول لك استحداث التفاصيل الخاصة بالمناهج الدراسية هاي عليها فلوس، مرات الوزارة تنسى، حقها تنسى طبعا، ايش تتذكر مناهج الخامس الابتدائي وين؟ يلا تتذكر مثلا تحدث موضوع، من تتصل بالشركة الشركة تاخذ فلوس. زين مو اكو عندنا خبراء بوزارة التربية بالنشاط الفني المفروض يقعدون ويأسسون؟ اكو موضوع ثاني، انتم ليش تعتمدون على مناهج دول عربية متطورة
حتى تاخذون تفاصيل دراستها ومناهجها وتجيبون وتخلوها وتوظفوها على المناهج الدراسية بالعراق. ليش؟ يعني العراق أبو الخبراء والأساتذة والكفاءات والعلماء، ما يقدر يوضع مناهج دراسية الأبناء. هذا واحد. العراق اللي مليان بالمطابع ودور النشر، بدل ما تودون المناهج برا، ما تقدرون تستعينون بكم مطبعة موجودة بالعراق.